السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، دائما وأبدا نسعد وتطمئن قلوبنا بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دائما وأبدا ترطب الألسن بذكر الله، ونفخر بذلك ونسعد بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. الأبدان تقوى بذكر الله، والسكينة تتنزل بذكر الله، والملائكة والرحمات والشياطين تنخنس بذكر الله، وصحائفنا يوم نلقى الله تنور بذكر الله، والله يذكرنا إذا ذكرناه. شياطين تنخنس وتفر بسبب ذكر الله سبحانه وتعالى. خطايا تتساقط وتحط بسبب ذكر الله. درجات ترتفع بسبب ذكر الله. مصائب وبلايا تدفع بسبب ذكر الله والاستغفار. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. كذا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، امتثال لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إقرارا بالفضل واعترافا بالجميل، ورغبة في شفاعته، ورغبة في صلوات الله علينا. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا جهدا في إخراج المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، بارك الله فيهم وحفظهم الله وحفظهن. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخ أغا ابن محمود الشيشكلي يرجو تنظيم البث، إن شاء الله نجتهد في ذلك، ولعل الله ييسر لنا شخصا من ذوي الأفهام من أمثالك يساعدنا في ذلك. حديث من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، واحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، كتب له 40,000 حسنة. حديث ضعيف الإسناد. أبو ناس طالب يسأل: ما حكم الشرع مع الخلوة مع ابن أخته، امرأة مع ابن أختها، علما بأن الشاب يتجه تجاه الشباب المراهقين ويشرب الخمر وغيرها من المنكرات، إذا خشي منه الشر والفساد، وإن كان محرما لا يجالس. يقول: أنا حلفت طلاق راسل أحد معين بالواتساب وراسلته، كمان حلفت طلاق لو جاء راتب واحد ما استلم والناس استلمت وأنا استلمت راتبي، هل يقع الطلاق؟ إذا كنت تقصد عند الجمهور، أفتيك برأي الجمهور، تقصد إيقاع الطلاق على نفسك فسيقع عند الجمهور، إن كنت تقصد زجر لنفسك أو منع لنفسك عن فعل شيء باليمين، فكفر كفارة يمين، وبالله التوفيق. حكم حملات تنظيف المقابر من السحر، إنه وجد السحر، بس كيف تتم هذه الآلية نقاء؟ كيف يتم تنظيم المقابر من السحر؟ ما أدري ما الذي في بلادكم. هل إذا غسلت الأم رضيعها ينتقد وضوءها؟ لا ينتقد وضوءها، وقد كانت هناك 100,000 من النسوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يغسلن الأولاد وينظفن الأولاد الصغار، ولم يأمرن النبي بإعادة الوضوء. هل ثبتت فضيلة وثواب أكبر لصلاة ركعتين في الروضة الشريفة؟ لا أعلم في الصلاة فيها أي فضل زائد، إلا أنها هي في الأصل كما قال الرسول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن الصلاة هل تتضاعف؟ ليس في التضعيف أجر نص، والله أعلم. هل يجوز للصائم أن يتمضمض؟ لا بأس أن يتمضمض الصائم، وجزاك الله خيرا يا نوفل. ما حكم عمل الحلاقة؟ مع العلم بالحلقات الموضة المنتشرة، ينتقل عمل الحلال ويترك العمل الحرام، فلا يحلق قزعا ولا يحلق اللحية ولا يحلق المتشبهين بالكفار. حكم الجماعتين في وقت واحد في المسجد، إذا جاءت الجماعتان عن غير قصد فالصلاة صحيحة، وتكره كراهية شديدة جدا أن يتعمد فعل ذلك، بل منعها عدد من السلف.
هل يجوز العمل بصرافة بيعا وبيع وشراء العملات يدا بيد؟ لا بأس. معنى ردك على البعض غير عتبة بابك، يعني طلق زوجتك. وجزاك الله خير يا مراد الصالح. ما بين الفرق بين الركن والواجب في الصلاة، الركن لا تتم الصلاة إلا به، والواجب يجبر بالسهو. عبد الباري أمين، هل يجب رش الماء على الثوب عند خروج المزي؟ لا، إنما يغسل المزي لأنه نجس. اتفق الأب مع الزوج على تزويج ابنته له، ولكن عند إبرام العقد لم يكن الأب موجودا، فزوج البنت رجل أجنبي. إذا كان أبوها وكله فلا بأس بالتوكيل. هذا البنك المذكور شأنه شأن غيره من البنوك. ما حكم تضرر الزوجة من اللحية لأنها تسبب حساسية الجلد؟ الله يكفيك شر زوجتك يا أحمد، لا تطيعها ولا تتبع سبيل المسرفين. ما الفرق بين الاستبراء والاستتار والاستنزاء؟ بارك الله فيك وفيك بارك الله. الاستبراء من البول، أن تترك البول يخرج تماما ولا تترك بقايا تنزل في الثياب. الاستتار أن لا تجعله يرتد إلى ملابسك. حلفت أن مر أحد من أمامي أن أخذ منه شيئا ومر وانكسفت منه، فما الحكم؟ يعني إيه حلفت أن أي واحد يمر عليك تأخذ منه فلوس ولا إيه علي رزق؟ وضح كلامك، اتبع سبيل العقلاء، كفر عن يمينك. حتى لا أرى عليك كفارة لأنك تحلف على ما لا تملك. محمد بن حسان يسأل، ما حكم النوم بين العصر والمغرب؟ الحديث تالف الإسناد. حديث من نام بعد العصر فذهب عقله فلا يلومن إلا نفسه، فجن فذهب عقله فلا يلومن إلا نفسه، حديث تالف الإسناد. وقد قال الليث بن سعد وغير واحد من العلماء، لا أدع راحة بدني من أجل فلان، يعني من أجل فلان الكذاب. صحة حديث كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها. الحديث ضعيف الإسناد، في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف. مسعد بن عبده، هل من الواجب من السنة أن يحضر الرجل لزوجته قادمة لخدمته وليست بمريضة؟ يختلف باختلاف أحوال الناس. وطبعا إذا قلت أن رأي الجمهور أن خدمة المرأة في بيت زوجها ليست على الوجوب، هذا رأي الجمهور. وكذلك عند الجمهور أن علاج الرجل لامرأته ليس على الوجوب، لكن الأمور كلها تحل بالإحسان. قال تعالى في كتابه الكريم، وعاشرهن بالمعروف. لكن حكم إيجاد خادمة عند الملكية إذا كانت خطيرة أو هي من بيت تخدم وأنت متزوجها على هذا الأساس، رجعت إلى أعراف بلادك. أما في الجملة فالأمر على ما فهمت، لا يجب أن يأتيها بخادم. أسماء عاشت مع الزبير زمنا طويلا بلا خادم، إلى أن أرسل لها أبو بكر خادما فكأنما أعتقها. فاطمة بنت رسول الله جاءت تسأله خادما قبل الاتساعات واتساعات الأرزاق، قال ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم تسبحين وتحمدين وتكبرين الأذكار المعروفة عند النوم؟ لكن على أي حال بعد ذلك أن تيسر خادمة أتيتها به، لأن فاطمة كان لها غلام في البيت، عبد يخدم في البيت كما هو معلوم. ما حكم البيع أثناء صلاة الجمعة؟ البيع أثناء صلاة الجمعة محرم على الرجال المكلفين، فإن الله قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لكن هل البيع يكون فاسدا لأن النهي عند فريق من العلماء يقتضي الفساد، أم يصح مع الإثم؟ رأي الجمهور أنه يصح مع الإثم. أم آلاء، هل تعتبر نفقتي على ابن بنتي المطلقة وأبوه لا ينفق عليه من الصدقة؟ نعم أعتبر ذلك. الرأي في الحجاج بن يوسف الثقفي، أمير ظالم مبير قتال، عندي مبلغ من المال محتفظ به لفترة معينة، هل يجوز شراء شهادات الاستثمار وإخراج الفوائد صدقة؟ إذا كنت ستحترز من الفوائد البنكية وتخرجها للناس على سبيل التخلص منها لا بأس بذلك.
شكر الله لك يا محمد بن حسان ونفع الله بك. صحة حديث من قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أظن أن هذا جاء مقيدا ببعض يراجع مع لفظة هل هو عند الأذان، فدعني أنظره كرة أخرى. حكم من فاته الوتر فصلاه، هل يجوز أن يصليه بين أذان الفجر والإقامة؟ نعم يجوز ذلك، وقد روي نحوه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. الإخوة يعذروننا لأن يقولون النت يحمل أو ما أدري ماذا يقولون، فنحن مع الأسئلة المتيسرة إن شاء الله. حكم عقد الزواج عبر عبر الهاتف، عقد الزواج عبر الهاتف لا بأس به إذا كان الشهود يعرفون والد الزوجة ويعرفون أن الزوجة موافقة ويعرفون الزوج. حسين يوسف إعطاء الدروس، ماذا بالسؤال عن عقيقة ولدين وبنت، وهل يجوز ذبح شيء كبير مثل البقرة للثلاثة؟ نعم يجوز. شكرا يا طه، بشرك الله بالخير. ما معنى قاعدة التوقيت بالتوقيف؟ سياق الكلام يفيدها، ولسنا بملزمين بأن نفسر القواعد التي يذكرها بعض العلماء وتكون خاصة بهم. الدين دينهم يا نادية، ديننا سهل، ديننا سهل ويسير، ديننا يسر. قرآن قال الله في شأنه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الذين يصعبون على الناس أمر الدين ويأتون باصطلاحات معقدة أحيانا أو اصطلاحات تخصهم، لسنا بملزمين بمثل هذه الاصطلاحات. وهنا ننوه على أمر أن بعض محفظي القرآن والمحفظات يشققن على الدارسين والدارسات، فيأتي مختبر متنطع يقول لأحد المختبرين: اذكر يا أيها الذين آمنوا التي أتت المرة 14 في القرآن الكريم. ما أمرنا بهذا العبث الذي تذكره، ما أمرنا بهذا الذي تذكره، ويتفزلك على الناس ويكررهم في الحفظ القرآن الكريم حتى يتوهم الشخص أنه جاهل. والحقيقة أن الجاهل هو المعقد الذي يعقد الناس، الجاهل هو المعقد الذي يعقد الناس. وآخر يسمع للناس يقول له: أكمل قلبي قال. ما في قلبي قال، كلام تركيبة غلط أن تقول قلبي قال. إنما الآية: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير الآيات. فكونك تعقد على الناس أنت المعقد الذي تحتاج إلى علاج. فإلى هؤلاء الذين يدرسون القرآن الكريم ويشقون على الناس ويتفزلكون عليهم: اذكر مثلا كلمة يا أيها الناس التي جاءت المرة 4، اذكر تعقيد لا فائدة فيه، وفيه ظلم على العباد وظلم لكتاب الله، ظلم لكتاب الله، وهي سنة ليست بمسلوكة. أقول لا أقول سنة، إنما أمر ليس بمسلوك، لم يسلكه النبي أبدا في طرائق تعليمه ولا الصحابة ولا التابعيون. إنما قوم خلت قلوبهم من تدبر الآيات والعمل بها فاتجهوا للتنطع إلى صرف الناس إلى مثل هذه الأشياء. هل قص الحواجب بالمقص يجوز؟ إذا كانت الحواجب كبيرة وتؤثر على العين فلا ضرر ولا ضرار. هل يجوز الصلاة في السيارة لو لم أجد مكان لي أصلي فيه؟ إذا كانت السيارة لن تتوقف إلا عند خروج الوقت ولا يمكن الجمع كصلاة الفجر مثلا، صلي على حالك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. متى ينصح بختان الطفل؟ على القدر المتحمل، والأمر في ذلك واسع بالنسبة للأطفال. سناء بنت مرسي تقول: هل يجوز بين السجدتين اللهم اغفر لنا وارحمنا وقنا عذاب النار؟ إن سألتي هل هذا مأثور عن رسول الله فليس بالمأثور، إن سألتي عن التجويز جوزه بعض العلماء. لفظة لا نكاح إلا بولي تفيد الإطلاق، فما الدليل على مراعاة الترتيب في الولاية؟
عمل السلف الصالح والحقوق. أمك وأباك ثم أختك وأخاك، ليس في الولاية إنما هي في الأوصل، ثم أدناك أدناك، وهناك أولى ثم أولى ثم أولى. هل يمكن القول أن الاحترام واجب كالصلاة للأطفال؟ احترام الأدب، حسن الخلق. إذا قال الأب لابني لست بابني ولا أعرفك إذا لم تحلق لحيتك وطرده من البيت لخوفي عليه من الحكومة، هل يحلقها؟ حلق اللحية حرام ولا يجوز إلا عند الاضطرار وكل يقدر ضرورته. هل يجوز قتل الخنزير بدون سبب؟ لا مانع، عيسى سينزل ليقتل الخنزير عليه الصلاة والسلام. ما حكم دم الصورة في الركعة الثالثة والرابعة؟ لا بأس بذلك، والأولى عدم وجود الصورة في الركعتين الأخيرتين من صلاة العصر أو من صلاة العشاء. أما الظهر فمتحمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفت صلاته قيل في وصف صلاته كان يقرأ في الأولين من الظهر نحو من 30 آية وفي الأخرين على النصف من ذلك، وكان يقرأ في العصر في الأوليين نحو من 15 آية وفي الأخرين من ذلك على النصف من ذلك، فدل ذلك على أن الأخرين من العصر أقل من الأخرين من الظهر، فاستجاز بعض العلماء لذلك أن يقرأ شيء بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الظهر. وجاءت روايات أخرى بالاختصار على الفاتحة، فالأمر واسع. هل تصح نسبة كتاب نهج البلاغة للإمام علي؟ لم أحرر القول في ذلك، ولكن سمعت أهل العلم يقولون قولا أنه لا يثبت، لكن لم أحرره التحرير الدقيق. ما صحة دعاء استوداع الأموال والأبناء؟ يعني ما هو ما الدعاء يا أم البتول؟ وضحيه. هل المضمضة من واجبات الوضوء؟ ليست من واجبات الوضوء، وجزاك الله خير يا محمد أبو سريع إسلام إنه من المنصورة ومسافر القاهرة وسأرجع إن شاء الله آخر اليوم. هل يجوز لي القصر في الصلاة؟ نعم يجوز لك يا إسلام. هل يتم قطع صلاة الراتبة إذا أقيمت صلاة الفريضة؟ الجمهور يقولون أتمم صلاة النافلة متجوزا فيها، لأن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم، ووجهوا حديثا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي لا شروع في صلاة جديدة إلا في المكتوبة. وبارك الله فيك يا عماد بن علي. هل كل حديث استنكره الإمام أبو حاتم قام بجمع كل طرقه؟ قد يستنكر طريقا من الطرق فقط يا عماد ويكون الحديث ثابتا من وجوه أخرى. هل حكم أخذ قرض للضرورة لسداد الدين؟ إذا كنت ستحبس يا مصطفى لا بأس، وإلا فاترك، لأن الربا كبيرة من أشد الكبائر. الله ييسر لأهل بيتك سفرهم يا عمر وللمسلمين والمسلمات. أنوار طلق زوجته ثم عقد عليها بعد العدة عقدا جديدا ثم طلق مرة أخرى، هل تحسب التطليقة الثانية؟ نعم هي التطليقة الثانية، إلا إذا كانت تزوجت بعد التطليقة الأولى زوجا ودخل بها فستكون هذه التطليقة الأولى، أما إذا لم تكن تزوجت فهي التطليقة الثانية. هل ورد عن سيدنا عثمان أنه قرأ القرآن كله في ركعة؟ كل الأسانيد بذلك فيها ضعف وحسنها بعض العلماء بمجموعها، ولكن سنة الرسول ليست كذلك. أعطيت العربون لخياط وتبين لي أنني لم يكن الطلب ما أريده بالضبط، هل من حقي أن أطالب الخياط بإعادة المال لي مع العلم أنه لم يبدأ العمل بالطلبية؟ يحق لك ذلك ما دام لم يحصل تضرر. حكم الدروس الخصوصية لطلاب الفصل مع وجود منفعة وهي أعمال السنة، إذا كان يكرم الطلبة بأعمال السنة من أجل دراستهم عنده فتكون رشوة حينئذ ولا تجوز. قلنا البنك هذا كسائر البنوك. صلة الرحم واجبة، لكن كيف تحققها على الوجه المتيسر له؟ عليك السلام يا أمة الله. حكم أكل الضبع، إن الله النبي قال إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هل هذا عصر المهدي المنتظر؟ الله أعلم، المهدي الدنيا الحمد لله فيها خير، ما زال فيها الخير. هل يجوز المرأة نزع حجابها أمام المرأة الغير مسلمة؟ أختار القول بالجواز إذا أمنت الفتنة. أحبك الله وجعل ذلك في ميزانك. حكم الدعاء على السارقة؟ لا بأس أن تدعو على السارقة.
حكم تحية العلم ذلك أمر دخيل على المسلمين من دول الكفر. نريد اسم كتاب فقه لطالب العلم المبتدئ فقه السنة، وليتك تحرص على الطبعة المحققة أو المختصر الفقهي. هل يجوز عمل عمرة عن والدي الميت؟ يجوز، يلبسهم شيعا. هل هناك ذنوب معينة لو فعلها الإنسان تنزل هذه العقوبة المخفية؟ الذنوب عموما. هل يجوز رهن المنزل؟ الرهن المنزل إذا كان سيستفاد به فسيكون قرضا جر نفعا، وكل قرض جر نفعا هو ربا، لكن يجوز أن تعطي الأوراق لصاحب الدين كأوراق وأنت تستفيد بمنزلك. وعليكم السلام ورحمة الله، يا من لم أعرف أقرأ اسمه الدين. لا لا لو كان علاء الدين ما هو مضبوط، اكتب بالعربي، العربي طيب، العربي طيب، لا تتعاجم. زينب عبد الوهاب، هل يجوز لأمي أن تدفع تأمين اجتماعي لأنها مطلقة وبعدين وليس لها كفيل وإيجارها غالي؟ أنصحها بالبعد والله خير الرازقين. يا سمير، أجبنا أن هذا أمر دخيل على الإسلام والمسلمين. أحمد بن جمال، هل يجوز للمسلم أن يذهب إلى مشايخ يحضرون الجن ويخبرون بأماكن الأشياء المسروقة؟ لا يجوز ذلك يا أحمد بن جمال. ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هل كان الإمام الطبري متضلعا في الحديث؟ ليس كذلك، إنما متضلع في التفسير، وإلا فهو يروي لرجال ضعفاء كثيرين جدا في تفسيره، من أمثال محمد بن أبي محمد هو رجل مجهول، من أمثال المثنى بن إبراهيم الآمولي ولا تعرف له ترجمة للآن، ومن أمثال محمد بن أبي حميد الرازي وهو ضعيف، ويروي كثيرا لسلسلة الضعفاء عن ابن عباس، سلسلة العوفيين، وكذلك العلي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وغير ذلك كثير. أما هو إمام في التفسير، وهنا أنوه على أن الشخص قد يكون عالما راسخا في باب من الأبواب، ولكن في سائر العلوم شأنه شأن غيره، كالبخاري مثلا إمامته في الحديث، في الفقه شأنه شأن غيره. مصارع معروف بالأملاق من طقوسهم الدينية، حرق الجثة عند موتها، هل يشعر بذلك أو وليحاسب عليه؟ أنت تسأل عن كفار حرقوا ميتهم، يعني لا تسأل عن حرق، تسأل عن كفرهم أولا. على كل حال، كما قالت أسماء، وما يضير الشاة سلخها بعد ذبحها، لكن على أي حال إن كانت هذه وصيته فهي وصية ضلال. ما حكم التلفيق بين المذاهب الأربعة؟ اتبع ما أنزل إليك من ربك ولا تتبع من دونه أولياء، تبع النص من كتاب الله وسنة رسول الله. أبو عبد القادر، إذا كان من رحمي من لا تريد أن أصلها وحاولت مرارا رفضت، هل عليه إثم؟ حاول وأنت إن شاء الله لست بآثم. ما حكم من يصلي بعض الصلوات في البيت ولا يذهب للمسجد لظروف معينة؟ ما الظروف المعينة؟ إن كانت ظروف قاهرة فلا بأس، وإلا تأثم للتخلف عن الجماعة بلا عذر. خالد شلبي، هل يجوز استئجار بلطجية لأخذ الحقوق؟ ستولد مفسدة أعظم يا خالد ابن شلبي. كيفية ضبط مصطلح الحديث؟ تعلم كل علم أنت، كيفية أن أكون طبيبا، كيف؟ لا، سؤال لا يصلح له الجواب بهذه الصورة. ما أفضل تحقيق لتفسير الطبري؟ لا أعلم الآن تحقيقا مرضيا لتفسير الطبري، أعني الحكم على الحديث والأثار بما تستحق. هل أولياء الله موجودون في كل زمان؟ من الولي؟ اعرف من الولي. كل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الشيخ محمود بن رجاء حفظه ليسأل: ما حكم شراء شقة قبل البناء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك. فهذا الذي أخطره في هذه المسألة، وكم من مشكلة تولدت بسبب البيع على المخططات أو الرسومات دون تواجد لها، ويوميا في مشاكل مع الناس في تحقيقات بسبب ذلك.
ما حكم عرض السلعة للبيع؟ لا بأس. نريد تفسير وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. محسن من المعاني ضرب لنا مثلا شبهنا بخلقنا، ظن أن الخلق كما أنهم عجز عن إحياء الموتى فظن أن الله يعجز كما أن الخلق يعجزون عن إحياء الموتى، ونسي خلقه، نسي كيف خلق، أي شبهنا بخلقنا. هذا المستفاد. حكم لبس الحجابات الملونة الفاتحة وتكون ساترة إذا لم تكن ملفتة للنظر بطريقة واضحة فلا بأس بها. ما العمل؟ بعض الأسئلة تظهر بعض الخصوصية، لذا أعزف عن السؤال وفي التليفون الخاص أشد. خلاص إذا كانت لا فائدة فيها كبيرة فأعرضي عنها. الاسم كريم، امرأة أعطتني مبلغ من مالي وقالت لي تصدقي به لمن شئت وأنا نويته في قلبي لشخص، وبعدما اكتشفت والمرأة التي نويت أن أتصدق لها رحلت، ممكن أذهب إليها ولكن بعد هل يجوز أم أمنح المبلغ لشخص آخر؟ امنحيه لشخص آخر. فأنت لم تتكلمي ولم تعديها بشيء. والنبي يقول إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ما حكم قول الأذكار جهرا بعد الصلاة؟ هل هي بدعة؟ ليست بدعة، ولكنها مسألة فقهية تعددت فيها أقوال العلماء. فالحنابلة يرون رفع الصوت بالذكر بعد الانتهاء من المكتوبة، إلى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير. من العلماء من قال هذا محمول على التعليم، ومنهم من قال هذا كان في منن، وهذا يعني نفسي تطمئن إليه ولم يأتي به النص صريحا. واستدل بعضهم على المنع بقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. حكم إعطاء النصارى الجيران من لحم الأضحية؟ لا بأس بذلك. هل لي أن أصلي الظهر والعصر جمعا خشية تفويت العصر؟ إذا كنت مسافرا، مع العلم ليس هناك سفر، ولكن عملي يحتم علي تفويت الصلاة في دونه للضرورات القصوى يا مصطفى، مثلا تكون طالبا دخلت الاختبار وستخرج بعد المغرب، اجمع آنذاك. تكون طبيبا تجري عملية جراحية والعملية قد تستغرق زمنا، اجمع لهذا. إيمان فارس الصوت ينقطع؟ إن شاء الله لن ينقطع بإذن الله. ما حكم التجارة في الآثار؟ أعرف الشرع فيها، أما القوانين الحكومية لا أعرفها، يسأل عنها غيري. أما الشرع فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول البئر جبار والمعدن جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس، خمسها زكاة. إذا سافرت أسبوعا فللأفضل القصر بمفردي أم الصلاة أم الصلاة في جماعة؟ بلا شك أن الأفضل الصلاة في جماعة. أبي تزوج بالخفية على أمي، وأخي الكبير هو الذي عامل الفتحة. أبوك غشاش وأخوك غشاش، كلاهما غش الأم، كلاهما غش أهل البيت. صحة حديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، بهذا اللفظ ضعيف. محسن للشيخ، محسن ما رأيكم في كتاب حياة الصحابة للكندهلاوي؟ محسن كتاب حياة الصحابة الكندهلاوي مليء بالأحاديث الضعيفة. جاء رجل يوم الجمعة وصلى معنا وكانت في الركعة الثانية من السجود فيصلي ركعتين. هذا السؤال. الذي لقب نفسه بن العيد سعيد ظني أنه كافر من الكفار إما يهودي أو نصراني، فما أدري ما دينه، لأن هذا اعتداءه على الدين استمر بكثرة، فلا بورك في مساعيه السيئة. حكم الخروج مع الخطيبة للتعارف؟ لا يجوز. صحة حديث أعوذ بكلمات الله من شر ما نزل ومن شر ما لم ينزل، أعوذ بكلمات الله من شر ما نزل ومن شر ما لم ينزل، لا يثبت بهذا الخبر. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها، بهذه اللفظ لا يصح.
حكم أكل صيد النصراني إذا يجوز أطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وأطعامكم حل لهم وسم الله عليه. كتاب حلية الأولياء أغلبه ضعيف. هل من السنة قراءة سورة السجدة والإنسان باستمرار فجر الجمعة؟ هل من السنة قراءة سورة السجدة والإنسان باستمرار فجر الجمعة؟ النبي لا، الرواية التي وردت أن النبي كان عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الفجر، سورة السجدة والإنسان في فجر الجمعة بإطلاق. صحة قصة العابد الذي كان يتعبد الله في قرية ولا ينصح أهل قريته، فأنزل الله الملائكة للقرية وقال ابدأوا به، لا يصح. إنها تلبس السواد في النقاب والعباءة ليجوز تغييره إلى الأزرق أو إلى أي لون آخر غامق، يجوز. هل الأوحد من أسماء الله الحسنى؟ لا أعرف له مستندا ثابتا. امتداد دم النفاس حتى 60 يوم، وكانت في شهر رمضان، أخشى أن يكون التبس عليها الحيض بالاستحاضة. ما الرأي في كتاب صفة التفاسير؟ عليه بعض الملاحظات الطفيفة ذكرها بعض العلماء في التأويلات ونحوها، فلتتقى وليستفاد منه في باقي الأمور التي أصاب فيها. ونظر أن تجد كتابا للتفسير سلم من الأشعريات والتصوفات، وسلم من الأحاديث الضعيفة، وسلم من التأويلات. قلت كتب التفسير التي سار أهلها على نهج أهل السنة والجماعة. هل التشهد الأول نقرأ نصف التحيات فقط؟ نعم، تقرأ عند الجمهور نصف التحيات إلا أشهد أن محمدا عبده ورسوله. حافظ موسى، ما حكم الاحتفاظ بقليل من الكحول في المنزل بقصد تعقيم الجروح؟ إذا لم يكن مسكرا لن نطلق عليه خمرا آنذاك. هل اغتسال الجمعة يختلف؟ كيف يختلف؟ مش لم أفهم. هل يجب أم يستحب أم تستحب الصلاة بترتيب السور في القرآن؟ الذي يفعله بعض الأئمة من أنهم يبدأون الصلاة بعد القراءة بعد الفاتحة بالبقرة، ويستمر يكمل في العصر وفي المغرب وفي اليوم الثاني والثالث. كل هذا تكلف لم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ في صلاة العشاء: هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى؟ يقول حديث أنا ابن العواتك لا أعلم له سندا. أذان صلاة الجمعة ثلاثا، هل ثبت عن الصحابة علما أننا في المغرب نؤذن ثلاثا قبل خطبة الجمعة؟ علما أننا في المغرب نؤذن ثلاثا قبل خطبة الجمعة لم يرد عن رسول الله هذا. والذي ورد عن عثمان أذان قبل الجمعة بزمن لإعلام أهل السوق باقتراب الوقت، وقد ظهرت الآن الساعات فلا حاجة إلى أذان عثمان. حق الرجل على زوجته أن تطيعه إذا أمر في المعروف، تطيعه فيما أمر بالمعروف، لا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، لا تجلس أحدا على تكرمته إلا بإذنه. حسام طاهر، صحة أن خالد بن الوليد كان يقوم مفزوعا من النوم فنصحه النبي بأن يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبي وعقابي وشر عبادي ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. الحديث في سنده مقال يسير، لكن للمعنى شواهد تصححه إجمالا. لو أن الإمام طول في التشهد الأول نكمل قراءة التشهد أم نقتصر على النصف؟ الأمر واسع، إذا طول صلى على رسول الله لا إشكال. ورد يومي من السور السبع المنجيات، لم يرد عن رسول الله هذا الجمع. أنصحك بالبعد عن الأحزاب وتآخى مع المسلمين كلهم ولا تحجر واسعا. هل الزاني التائب لابد أن يجلد في هذا الزمان؟ ليس هناك من يقيم الحدود، وإن لله وإنا إليه راجعون. سألني سائل وقال: ألم يحرم الله الجنة على إبليس؟ قلت بلى. قال: فكيف إذن يوسوس؟ الله قادر على تمكينه من هذا في شأن آدم عليه السلام. عبد الله بن أحمد الشريف، إسلام شلتوت، أم الحسن: ما أولى في حق المغترب الذي يسكن مكة العمرة أم الطواف بالبيت؟ لا مانع من أن يعتمر، لا نعلم أي مانع من أن يعتمر أهل مكة. كيف متى نصلي السهو؟ إذا شككت في الواجبات أو الأركان
تسجد بعد التسليم أو قبلها، والأمر في ذلك واسع. أما من قال إن النظر الصحيح يقتضي إذا كنت شاككا بأن الصلاة ناقصة تسجد قبل التسليم، وإذا كنت شاكا في أنها زائدة تسجد بعد التسليم، من ناحية النظر قد يقبل، لكن من ناحية الاستدلالات، الاستدلالات لا تساعده. كتاب ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل قرأت بعض فصوله فإذا به نافع، لكن كان ينبغي أن أدقق في آرائه في آيات العلو وفي آيات الصفات، لكن ما تيسر لي ذلك. هل تجوز صلاة العشاء إلى ما بعد الساعة 12 ليلا؟ أختار القول بالجواز. حكم الدين في الزواج في أوروبا من أجل الإقامة مع الاتفاق على أن الزوجة على مبلغ من أجل ذلك. لم يشرع الزواج في ديننا للإقامة في أوروبا، إنما شرع الزواج ومن مقاصده وجعلنا بينكم مودة ورحمة. التوادد والتراحم والذرية والإنجاب من مقاصد الزواج، أما تتزوج فقط من أجل الإقامة وتترك الزوجة تعبث كيف شاءت وتسافح من شاءت، هذا لا يرضي الله ولا يجوز لك، وبئست تلك الإقامة في دول الكفر التي تسعى إليها بوسيلة باطلة والغاية أيضا باطلة. كيف نحبب أن نجيب الأطفال على سؤالهم من خلق الله؟ الله خلق الأشياء كلها، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول هذا الله خلق الخلق. فمن خلق الله إذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، انتهي. الله هو الأول والآخر، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. يطلبون مني أن أؤمهم وأن أخشى من ذلك. دعك من الوسوسة، إذا كنت أقرأهم تقدم للإمامة. أنس، أسئلتك يا أنس، قد كثر في زمننا غلاة التبديع والتجريع، بماذا تنصح طلاب العلم؟ أنصح بالإعراض عن هؤلاء الجهل الزائغين نابتة السوء التي نبتت في هذا الزمان، تطعن في الصغير والكبير، ومن ثم يومين أو ثلاثة يطعنون في بعضهم البعض، كما هو شأن جماعات التكفير والتبديع المنتشرة على مدار الزمان، حتى يقول أحدهم ليس في الخلق على حق إلا أنا، عياذا بالله من هذا الضلال. فنبتت نابتة سوء تطعن في العلماء، وبالأمس القريب أحدهم ليس بالمستقيم يمشي مع البنات في الطرقات، وفجأة لبس ثوبا وفجأة طعن في العلماء كبارا وصغارا، وفجأة نزل نفسه إماما من أئمة الجرح والتعديل، وهو من أضل الضلال. حكم زواج الرجل السني من بنت شيعية، أنصحه بعدم ذلك فقد تجره إلى ضلالاتها. وقد ذكروا في تراجم عمران بن حطان الذي أثنى على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بقوله يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا إني لا أحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزانا. قالوا من أسباب ضلاله أنه كانت له بنت عم حسناء من الخوارج فتزوجها لعله يهديها إلى السنة، فهدته إلى طريق البدعة والضلالة، عياذا بالله من ذلك. هل يدخل كل مسلم جنة حتى لو كان تارك صلاة ومات على مآله إلى الجنة؟ قد يدخل النار إذا لم يغفر له ويعذب، لكن مآل أهل التوحيد إلى الجنة. سوري مقيم في تركيا، هل آثم إذا رفضت أن أزوج أختي من رجل تركي؟ لست بآثم، لكن دعك من العصبيات، إن كان رجلا صالحا زوجه من غير إيجاب عليك بذلك. هل يجوز اللجوء للمحكمة إذا كان الرجل لا ينفق على أولاده وزوجته ورفض النصح؟ يجوز. صلى رجل معنا صلاة الجمعة وكنا في السجود من الركعة الثانية، هل يصليها ظهرا؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، اختاروا أنه يتم ما فاته لحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أما حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة فهو في المواقيت، بمعنى أن من أدرك ركعة من العصر قبل المغرب فقد أدرك العصر. هل ثبت أن آخر آية من سورة الإسراء هي آية العز؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لا أعرف بذلك نصا عن رسول الله. كتاب نافع يا عبد الكريم المحبوبي في سير الصحابة، لا أعلم كتابا يشرح سيرة كل صحابي بالتفصيل، جمع المادة العلمية الصحيحة. هناك كتاب لأخينا الليبي حفظه الله تعالى،
كتاب عازم النشطرجي، سيرة أبي بكر، سيرة عمر، سيرة عثمان. اللهم ذكرنا يا رب. على كل إن المادة العلمية التي فيه إلى حد ما طيبة، لكن ليست كل أحاديث محررة التحرير الجيد، وليست كل أثار محررة التحرير الجيد. ما صحة الحديث الوارد في فضل قراءة آية الكرسي بعد؟ لنا كتاب في فضائل الصحابة، لكن سير الصحابة، أنك تذكر السير وما حصل لهم. الشيخ عبد الكريم المحبوب يذكر كتاب الشيخ الصلابي حفظه الله تعالى، جمع جمعا طيبا، لكن لم تحرر الأحاديث فيه التحرير المرضي الذي نطمئن إلى سلامة السند فيه، وإلا ففيه خير وهو أحسن الموجودين، من أحسن الموجودين الآن، لكن كتحرير الأسانيد هذا يعوز هذا الكتاب، لكن شكر الله له جهده في هذا الباب. بهاء، فطرت رمضان بسبب الالتباس بين الاستحاضة والنفاس، ما حكم ترك الصلاة والصيام؟ أعد اليوم، عفوا، بسبب الالتباس بين الاستحاضة والنفاس؟ لا، إذا كان عن اجتهاد لا تقضى الصلاة، لكن الصوم يقضى. السيرة النبوية للبوطي يحتاج إلى تحقيق أيضا. هل يجوز بنى الحمل في الطفل الرابع خوفا من الرزق؟ خوفا من الرزق، اتق الله يا أحمد، وفي السماء رزقكم وما توعدون. هل تظن أنك ترزق نفسك يا أحمد؟ الله هو الرزاق ذو القوة المتين يا أحمد. قد يتسلط على شخص مرض يذهب بالأول والآخر، وقد يبارك له في القليل. ما سن الأطفال الذين يجب لبس النقاب أمامهم؟ ليست هناك سن محددة، وإنما ينبني الكلام على هل الطفل مميز أو ليس بمميز. هل الإنسان يحاسب على ما في نفسه حتى لو تحركت غرائزه؟ إذا لم يعقد العزم على فعل الشر لا يحاسب. لماذا لم تردنا كثيرا من الخطب لرسول الله؟ ما فهمت السؤال. هل زيارة قبره واجبة أم الدعاء له في المنزل والصلاة فقط؟ هل الزيارة واجبة؟ زيارة من؟ إذا كنت تقصد زيارة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا ذهبت لمسجد الرسول الله وللمدينة فسلم على رسولك. اكتشفت مؤخرا أن اتجاه القبلة خطأ، هل أقضي الصلاة الفائتة؟ لا تقضيها. العبادات التي فعلت خطأ وانتهى وقتها لا تعاد. أعيد، العبادات التي فعلت خطأ وانتهى وقتها لا تعاد، مثل عمار بن ياسر تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة كتيمم من الجناب، ولم يأمره النبي بالإعادة. علي بن حاتم الطائي كان يأكل ويشرب وربط خيطا أبيض في رجله وخيطا أسود في الأخرى، ويأكل ويشرب حتى يتبين له هذا من ذاك، والله قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، إنما البياض الذي في السماء والسواد الذي في السماء، ولم يأمره النبي بالإعادة. والصحابة صلوا في قباء إلى غير القبلة إلى أن أتاهم الآتي، إلى غير القبلة بعد تحولها، إلى أن أتاهم الآتي وفادوا من القبلة تحولت، ولم يعيدوا الصلوات التي صلوها قبل بيت المقدس. هناك رجل لا صوام ولا قوام، ولكن قلبه لا يحمل ضغائن، فشهد له الرسول أنه من أهل الجنة؟ لا، ليس هناك هذا، ولا هذا، لا يوجد لا صوام ولا مصلي ولا قوام ومن أهل الجنة. الله يبارك فيك يا أخ سعد ابن أحمد. لماذا لم تصلنا خطب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما كانوا يدونون الخطب كاملة، كان أكثرهم أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، وكان ينشغلون بالاستماع، ولم تكن هناك أجهزة تسجيل. وأنت تعرف أن الشغل بأن الاستماع الخطبة لا يشغل بغيره. ذكر أنكر ابن القيم في زاد القراءة من أواسط الصور في الصلاة، ومن العلماء المتمسكين بالسنة من أجاز ذلك، فدنا رحمك الله. الأخت أنوار، كلام ابن القيم إذا كان أنكر فليس من حقه أن ينكر. لماذا؟ لأن الله قال فاقرأوا ما تيسر منه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن، وما تيسر معك من القرآن، فلا قول لأحد مع قول رسول الله. وأيضا الرسول ثبت أنه قرأ من وسط الآيات،
وقرأ من أوائل الآيات. نعم الأولى أن تقرأ سورة بكاملة إن استطعت ذلك، لكن لم أستطع. هل أهجر سورة البقرة؟ هل أهجر سورة آل عمران؟ هل أهجر هذه السور؟ فهذه الدعوة غير مقبولة من قائلها أيا كان قائلها. أسأل عن ختان النساء، ما الضابط في المسألة؟ أسأل الطبيب إن كانت البنت تحتاج إلى ختان ختنت وإلا تركت. هل سورة ياسين تصل الميت؟ لم يثبت أي حديث في سورة ياسين ولا في فضل قراءتها لا على ميت ولا على غير ميت، إنما هي سورة كسائر سور القرآن. كيف تذهب الحسنات كلها بذنب واحد؟ الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات. افهم الآية طيبا يا شيخ سائلي حفظك الله. ما حكم حمل العظام في المقابر للضرورة؟ ذكرت ضرورة خلاص، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هل صحيح أن استغفار الولد لأبيه يدخله الجنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول يا رب أن لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. ينزل عليها كمية قليلة جدا من الدم شهريا يوم أو يومين، مع العلم أنها مستأصلة للرحم ولا تأتي لي دورة شهرية. انظري إلى لون الدم النازل، إذا كان يشبه لون دم الحيض وصفة وتشبه الصفة امتنع اليومين أو الثلاثة، وبعد ذلك اغتسلي وصلي. إن كانت استحاضة فلا تمتنع عن الصلاة. رقمي 0153333383. يقول إذا هل حبوب منع الحمل حرام؟ لماذا تمنع الحمل؟ إذا كنت متبع لسنن الغافلين الذين ينادون بتحديد النسل اقتباسا من الغرب الكافر أو الشرق الملحد فأنت على شر إذا كنت تتأسى بهؤلاء. أما إذا كانت ثمة علة تدعوك إلى ذلك فعلى حسب العلة يأتيك الجواب. حديث لن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خيرا من أن يمتلئ شعرا ثابت صحيح ولكنه محمول على الشعر السيء. حديث أنت ومالك لأبيك أراه ضعيفا ومعارضاته أقوى منه. أخت زميلة لي أخذت زميلة لي مني مبلغ من المال ومر علي القرض 3 سنوات، وكلما طلبتها المبلغ تقول لا أملك، هل يجوز أن أعتبر هذا المبلغ من زكاة المال؟ عند الجمهور لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. هل تربية الأولاد تشفع لوالدهم يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كنا سترا له من النار. في الغالب أقرأ بقصار السور في الصلاة وبعد الصلاة وأنا ما زلت جالسة أقرأ ما تيسر لي. هل أجر القراءة هنا مثل هنا؟ أقرأ بعد الصلاة وأنا ما زلت جالسة أقرأ ما تيسر لي. لا، القراءة في الصلاة أفضل. مريض به مس عولج بالقرآن وعلق له حجاب في يده، ما حكمه؟ لا يجوز تعليق الحجب في الأيدي. هل تأثم الحائض إذا صمت رمضان لأن الآية لم تذكر الحائض؟ وحديث معاذ ضعاف. هل تأثم الحائض إذا صمت رمضان؟ أنت كما قالت عائشة رضي الله عنها لامرأة جاءت تسألها ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت، يعني أنت من الخوارج. مريض عائشة قالت كنا نقضي نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إنها مريضة بروماتيزم وعاني من أوجاع هأجر عليه إن صبرت واحتسبت. البشعة ضلالة، فؤاد البنوك حرام. إذا انقطع عن المرأة الدم الظهر واغتسلت العصر أو المغرب هل صلاة الظهر تقضيها؟ إذا فرطت تقضيها، يعني إذا اغتسلت يعني رأت الطهر ظهرا ولكنها تكاسلت وقالت لم أغتسل إلا بعد العصر، حينئذ تلزم بالصلاتين تعيد الصلاة لأنها تكاسلت عن واجب عليها. أما إذا
طهرت بعد العصر مثلا وأرادت أن تصلي، تصلي العصر فقط لا تصلي الظهر معهم. إخراج الزكاة على العسل لم يثبت فيه نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعمر إنما أخذ الزكاة لكونه كان يرسل من يحرس العسل، ما أخذ الزكاة إنما كان يأخذ العشور لكونه كان يرسل من يحرس العسل. هشام عندهم ساعات الصيام إلى 21 ساعة، صم مع أهلك وقد أجبنا على سؤالك مرارا. سبحان الله عدد ما خلق وسبحان الله ملء ما خلق لا يصح بهذا السند. صح حديث سيدخل عليكم أكرم ابن أبي جهل، وبعدين ذهب السؤال. أشتدي بهذا القدر من الأسئلة وأسأل الله أن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، إنه هو سبحانه المقدم وإنه المؤخر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما زلت أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والتعاون على البر والتقوى، ما زلت أوصي نفسي وإخواني بالتعاون على البر والتقوى وبالاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم، وبالاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم. ما زلت أنصح إخواني بذلك حفظهم الله، وما يفعل من خير فلن يكفروا. اجتهدوا لنصرة دينكم يا أهل الإسلام، اجتهدوا في كل موقع أنتم فيه لنصرة هذا الدين القيم. ختاما أشكر الله جعلنا مسلمين، وأشكر الله سبحانه وتعالى إذ من علينا وعليكم بالعلم الشرعي والاتجاه إلى هذا العلم الشرعي. فعلامة خير بعبد الله وعلامة خير بأمة الله أن يوفق، أن توفق للفقه في الدين. قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. أوصي نفسي وإخواني بالدعوة إلى التوحيد والبعد عن البدع والخرافات والضلالات. ختاما سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.